السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنعمل عملية إكسار وزراعة أبصال الأمارليوس. أبصال الأمارليوس من الأبصال المزهرة اللي بنزرعها لغرض الحصول على زهرة جميلة جدا. احنا عندنا مجموعة أبصال حجمها متفاوتة، في حجم كبير، في حجم متوسط، في حجم صغير. هنراعي بس في عملية الزراعة ان احنا نخلي حجم القصيص مناسب لحجم البصرة. فلو بصرة صغيرة زي دي مثلا وحطيناها في قصيص كبير ممكن يتسبب في تلف البصلة، لأن معنى إن قصيص كبير هياخد تربة حجم كبير فهتفضل الرطوبة حوالين البصلة لفترة طويلة. فاحنا عشان منقعش في المشكلة ديت نحاول نخلي حجم القصيص مناسب لحجم البصلة. بصلة كبيرة يبقى قصيص كبير، بصلة متوسطة يبقى قصيص متوسط، وهكذا يعني. ممكن لو القصيص عندنا واحد ومش مش متوفر عندنا أحجام متفاوتة ممكن نقلل حجم التربة في القصيص. يعني مثلا لو اللي عندك القصيص كبير زي مثلا الحجم ده، بس هو ده متوفر عندك، ما عندكش الحجم الصغير، فبدل ما القصيص على لحد النهاية بالتربة لا اخلي لحد نص مثلا كده، بحيث ان يبقى حجم التربة مناسب لحجم القصيص. اول مرحلة هنعملها او اول خطوة تعتبر من اهم الخطوات لزراعة الابصار بشكل عام، وهي اختيار التربة المناسبة. التربة المناسبة للأبصال إنها تكون تربة هشة خفيفة، ما تكونش تربة طينية تقيلة بيصعب على الجذور إنها تنتشر فيه بسهولة، غير إن تبقى بيئة مناسبة أكتر لنمو الفطريات والبكتيريا. ده بالنسبة للتربة الطينية. أما التربة الهشة الخفيفة اللي هي الصناعية بتكون تربة نظيفة، تربة خفيفة، تربة هشة، بيسهل على الجذور انها تنتشر فيه بسهولة ويسر، وتديك نموات سريعة وابصال جانبية بشكل جميل جدا يعني. التربة اللي ان شاء الله هنستخدمها النهاردة اللي هي تربة الياف جوز الهند او الياف النخيل بشكل عام يعني، اللي هو معروف عندنا في مصر بالبيتموس المصري. هنملى بيها القصيص ونبدا نزرع الابصال مع بعض واحد واحد. دقيقه نملى القصيص وارجع لكم على طول. ملينا القصص بالتربه، تربه هشه خفيفه، ده اللي هو البيتموس المصري، هي عبارة عن الياف النخيل. دي تربة مناسبة جدا جدا لزراعة الأبصار بشكل عام والنباتات الداخلية بشكل أعم يعني. بعد ما القصيص بالتربة هنبدأ نزرع الأبصار. نشيل بس جزء كامل من سطح التربة، نعمل جورة كده بسيطة، هنجيب البصلة اهي ونكبس حوالين البصلة بشكل كويس. كملنا زرعة البصلة، تقريبا التلت بتاع البصلة هو اللي باين فوق التربة والتلتين تحت التربة، وهنروي رية خفيفة، نروي
كده نكون أتممنا عملية زراعة الأبصال، وبنفس الطريقة هنكمل بيها الأبصال ونضع الأبصال في مكان فيه شمس خفيفة، بلاش شمس مباشرة، لحد بداية التكسير وخروج أوراق جديدة، ونبدأ نخرجها بالتدرج للمكان مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله.